السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج حياتنا. لاحظت مديرة مدرسة أن هناك طالبة كثيرة الشغب وإثارة المشاكل مع زميلاتها، فاستدعت ولية أمرها لتناقشها في مستوى ابنتها والمشاكل التي تفتعلها مع زميلاتها في المدرسة، وما الأسباب التي تجعل هذه الطالبة تقوم بمثل هذه التصرفات. طلبت المديرة من الاختصاصية الاجتماعية أيضاً أن تنادي على الطالبة لتحضر هذا اللقاء معهما. وحين جاءت الطالبة وتفاجأت بأمها في غرفة المديرة، تغير وجهها وغضبت وصرخت على الأم وعنفتها على حضورها. فلما رأت المديرة أسلوب الطالبة المستفز مع أمها أمرتها بالسكوت، ولكن الطالبة تطاولت أيضاً على المديرة وتلفظت عليها بألفاظ سيئة، فما كان من الاختصاصية الاجتماعية إلا أن أخرجت هذه الطالبة من الغرفة. هنا بكت الأم بحرقة وقالت: ابنتي لا تحترمني لا في البيت ولا في المدرسة ولا أمام الآخرين. مشاهدينا الكرام، نحن أمام إشكالية لابد أن نتوقف عندها، وهي قيمة احترام الكبير والتي بدأت تتضاءل للأسف عند بعض الأبناء، سواء كان هذا الكبير أباً أو أماً أو معلماً أو جاراً أو حتى أخاً كبيرة. ولعل الكثيرين منا قد رأوا تصرفات بعض الأبناء التي توحي بقلة الاحترام، سواء بقصد منهم أو بدون قصد. فهناك مثلاً من يرفع صوته في حضور الأب أو الجد أو العم أو أحد الضيوف، أو مثلاً يمد رجليه أمامهم، أو لا يلقي بالسلام، أو يقاطع في الحديث. وهناك أيضاً من يستهزئ بالمعلم فيرميه بالأوراق أو علب العصير، وقد يتجاوز أيضاً وتطاول عليه بالضرب كما رأينا في العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي. وهناك أيضاً من لا يحترم الجار، وهناك من يستهزئ بالشخص المسن فيقول مثلاً: هذا الشخص جاهل أو لا يفهم أو هذا الشيبة رائحته سيئة، إلى آخر من هذه الألفاظ والعبارات. مشاهدينا، الاحترام قيمة عظيمة ركز عليها ديننا الكريم وأكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في الكثير من أحاديثه، وأعطى لمفهوم كبر السن بعداً أخلاقياً وبعداً حضارياً، وجعله مرادفاً للتقدير والاحترام والرعاية والاهتمام. فوصى بإكرام الكبير حين قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وقال أيضا: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. فأي شاب يكرم رجلا كبيرا في السن مهما كان هذا الرجل، وبغض النظر عن قرابته له أو عمله أو لونه أو دينه، فإذا أكرمه قيض الله له في حياته من يجازيه بنفس عمله فيكرمه ويحسن إليه حين يكبر. كلنا يريد الاحترام من الآخرين، ونريده في المقام الأول من الأبناء. ولا شك بأن الوالدين ينزعجان ويتألمان حين يقال عن أحد أبنائهما أنه غير مؤدب وغير محترم ولا يحترم الآخرين، فهذا طعن في تربيتهما، فكيف لو كان هما أول من يسيء إليهما الابن بقلة احترامه وأدبه؟ بالطبع هناك مؤثرات عديدة قد تؤثر في سلوك الأبناء وتدفعهم إلى هذا التصرف. هناك مثلا مؤثرات الأصدقاء ومؤثرات الإعلام ووسائل التواصل، ولكن تبقى الأسرة هي المحضن الأول والمؤثر الأساسي. فالأسرة مشاهدينا التي تضحك للطفل الصغير حين يشتم الآخرين بحجة أنه لا يفهم، أو تسكت عن الابن حين يرفع صوته في وجه أحد الوالدين أو وجه أحد الأقارب بحجة أنه جاهل أو أنه عصبي، والأسرة التي تسقط هيبة المعلم وتهينه أمام الأبناء بدافع الانتصار له، والأسرة أيضاً التي تهين وتحرج الأخ الكبير أو الأخت الكبرى أمام إخوتهم الأصغر منهم، كل هذه التصرفات تدفع بالأبناء بعد ذلك إلى سوء الأدب وقلة احترام الوالدين وقلة احترام الكبير.
مشاهدينا، متى ما كانت هناك مراقبة ومتابعة من قبل الأبوين على تصرفات الأبناء وحرص أيضاً على غرس قيمة الاحترام في نفوسهم، سيكبر الأبناء وهم يحملون هذه القيمة وسيرثونها أيضاً لأبنائهم. هذه القيمة لا تأتي من خلال موقف واحد وانتهى، ولكن مع تكرار المواقف التربوية التي تعزز قيمة الاحترام داخل نفوسهم ستجعل الأبناء يطبقون هذه القيمة في حياتهم. أهم نقطة في غرس قيمة احترام الكبير هي الحرص على غرس قيمة احترام الأبوين قبل كل شيء في نفوس الأبناء، والتأدب معهما وعدم التنازل عن هذا الحق بحجة التقارب أو بحجة الصداقة مع الأبناء. فهناك حدود يجب ألا يتجاوزها الابن في تعامله مع الأبوين، مثلاً ألا يناديهما باسمهما المجرد أو أي لقب فيه تصغير لشأنهما، وأيضاً ألا يرفع صوته أمامهما ويحسن الإنصات لحديثهما ولا يقاطعهما في الحديث، ويتأدب أيضاً في الجلوس أمامهما ويبتعد عن الإزعاج أثناء النوم، ويتجنب أيضاً الشجار أمامهما ويتعلم الاستئذان عند الدخول عليهما. وكذلك من الآداب أن يبتعد عن اللوم والتأفف إذا صدر منهما ما لا يعجبه. كل هذه الأمور أساسية في تربية الأبناء، والتهاون بها قد يؤدي إلى قلة احترام الأبناء لهما بعد ذلك. الأمر الآخر مشاهدينا هو إعلاء قيمة احترام الكبير في نفوس الأبناء، مهما كان ذلك الكبير، سواء كان معلماً أو أخاً أو جاراً أو عماً أو خالاً. كل كبير في السن له احترامه، والواجب على الأبناء توقيره ومساعدته إن احتاج إلى مساعدة. في إحدى المطارات لفتت انتباهي مجموعة من الفتيات اجلسنا على مقاعد الانتظار، وكل واحدة مشغولة بهاتفها المتحرك، وبجوارهن تقف كانت امرأة كبيرة في السن ولعلها أمهن أو إحدى قريباتهن. المهم أنها كانت متكئة على حقيبتها من شدة التعب، ولا تجد لها مكاناً لتجلس فيه، ولم تكلف إحدى الفتيات نفسها بأن تقوم وتترك مكانها إلى المرأة الكبيرة، حتى رأف بحالها أحد الرجال الأجانب فقام وترك مكانه لها. الأبناء مشاهدين الكرام لن يكتسبوا قيمة احترام الكبير إلا إذا وجدوا آباءهم قدوة في ذلك. فمن يرى من أبويه احتراماً للكبير وعدم رفع الصوت عليه حتى لو كان مخطئاً، ويرى تقديراً من الأب للجد أو من هم في عمر الجد، وسينشأ الابن على هذه القيمة. كما أن وجود الاحترام داخل الأسرة الواحدة يعزز أيضاً هذه القيمة. فالأب الذي يحترم زوجته أمام الأبناء فلا يصرخ أو يشتم أو يجرح، ويحترم الآخرين ولا يحقرهم، فهذا من شأنه أن يزرع الاحترام عملياً في الأبناء. كما أيضاً لا بد من التأكيد على غرس احترام الأخ الأكبر أو الأخت الكبرى والتعامل معهما بتأدب وتقدير. وهناك مشاهدين آداب سلوكية يفضل تدريب الأبناء عليها في التعامل مع الكبار، مثلاً الترحيب بهم والنهوض من المكان لاستقبالهم، وأيضاً تخصيص أفضل مكان لجلوسهم، وكذلك عدم مقاطعتهم أثناء الكلام ومناداتهم باللقب الذي يناسب مكانتهم، مثل الأستاذ أو الدكتور أو العم أو طال عمرك، وعدم السخرية من آرائهم. وإن كانت عند الابن وجهة نظر مخالفة مثلا فليبدي رأيه، ولكن بتأدب واحترام. وهناك أمر أساسي يجب على الأبوين الاهتمام به أيضا، وهو إعلاء قيمة المعلم عند الأبناء. يجب عليهم أن يتحدثوا عن المعلم أمام الأبناء بالكلام الطيب، ويثنوا على جهوده وتعبه، وألا يسمحوا لأحد من الأبناء بأن يتطاول عليه بالكلام أو التعليقات السلبية. الاحترام مشاهدينا الكرام ليست تقاليد عسكرية وقوانين صارمة نفرضها على الأبناء، بل هي سلوكيات راقية نؤديها عن طيب خاطر ورضا نفس. كل الشكر لكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.